السلام عليكم مشاهدين، كيف دايرين؟ نتمنى كلكم تكونوا في احسن الاحوال. كيف شفتوا اليوم؟ احنا خرجنا اوتسايد برا، باش خرجنا من الكوزينه. ايوا شريت هاد البات تاع الزعتر تايم. ايوا نقول العجاج والبرد ما كانش عليا اليوم نشريهم. صباح الحال زوين، ولكن عاود تقلب الجو ولا العجاج. كيف كتشوفوا؟ شوفوا الشجر كي كيمشي وتيجي. ولكن تيضرب فيهم البرد، ما عندهمش الناف تاع الصويا فين يشد الماء. شوفوا هاد الحبق كي ولا كينشف، خاصو الصويل والماء. ايوا قلت ولا بدا ما نخرج نديرهم في الحبق اللي ناويه ندير فيهم، اللي كنت دايره فيه العام اللي فات. هذه من العام اللي فات. ايوا دابا خاصني نقي نحيد هاد العواد ونخلي واحد الصويا الفلاش ونزيد شوية من التراب الجديد، الصويا الجديد. خليكم معايا ونشوفوا الطريقة. نحاولوا نحيدوا الليفز، داك الورق تاع الشجر تيطيح وتيبس، ونحيدوا لا كاينين شي عواد. نقلبوا على العواد، على الجذور القدام. ما كاينلاش، غيشادين بلاصه. بعض المرات تيعاودوا يخلفوا، وبعض المرات ما تيخلفوش. ما غاديش نبقى نتسنى، الله ما ندير نبتة جديدة ونوض. وخاصنا نديرو هاد الشي قبل ما يجي رمضان. غيجي رمضان ما غاديش يبقى عندنا الوقت لبرا هالعارغين تسقيوهم. على هاد الشكل شفتو دابا. ودابا غادي نحفر واحد الحفرة كبيرة بهاد اللعيبة. البنات اللي في امريكا، هاد العباره موجوده دابا غير في دالر ستور، كنت شريتها منهم ديبو ودابا كاينه في دالر ستور. تدفعي، شفتي ها هو تيبقى لاصق هنا. ملي تتحطي النبته ديالك تتعاودي تردي هذاك الصويل من هذيك القالب. على هذا الشكل هذا الزعتر البنات، قلت لكم مشاهدين هذا الزعتر شفتوا. ومن الاحسن تتخلي اولويز تتخلي السميه تما، لحقاش تيكونوا عندك بزاف. شوف انا ناويه نعمر هذا وهذا وهذا، ناويه نعمر بزاف. وباش ما تبقايش تغلطي اشنو هذا ما اشنو هذا، تتخلي السميه ديالو تما. ما شاء الله في السوق موجود الخير، موجودين النبتات على الانواع، موجود النعناع على الانواع، موجود هذا الزعتر على الانواع، قزبر على الانواع، المعدنوس انواع. شفتوا؟ وتتعاودوا تردوا داك التراب هنا تتعمروا به هكا. وانا عندي مساحه في هذا البات طويل لهذا الشكل. غادي نعاود ندير وحده اخرى نفس الزعتر تاع هو. نحفر حفره اخرى هنا لهذا الشكل.
هذا الزعتر شريته ب $2 هيتش. من الأحسن ما هو شفتي كي مايل شوية، من الأحسن نديرو هذاك ونعاودو نردو التراب ديالو، ولا كان التراب قليل نزيدو شوية ونعودو ديما نخليو فاني يبقى الماء شوية واحد وان انش فاني يبقى الماء، ونخليو السمية ديما حاضرة. على هذا الشكل شفتو، وما نخلطوش بحال الزعتر والنعناع، ما نحطوش حداهم القزبر والمعدنوس ولا الثومة، ولا نبعدوهم شوية، نبعدوهم واخا يكونوا مفارقين في واحد الباس واحد اخر نبعدوهم نعطيهم مساحة. ودابا غندير معاكم هذا البيزو، هذا اللي بقى فيا الوا، هذا راه كاتبين عليه الوينتر شفتو، هادو كاتبين عليه time it's okay if you did it in the winter but الحبق شفتو بغى يموت. ايوا صدقية هذيك، ما صدقش نجيب واحد اخر ان شاء الله. بيزو سويت لقيت، هذا هو اللي غادي ندير فيه الفيزو. ايوا خاصني نثقبو، راه موجودين الثقبات ديالو شفتوهم. خاصني ندفعهم بشي حاجة، خليكم معايا. انا عمرت هذا وجدتو اللحبق، دابا غادي نحفر واحد الحفرة الوسط ونحطو. هذا الحبق و تنعاود ندير هذاك التراب اللي بقى تنخويه من شنا. كل شيء ممكن ليه يغرس، اللي عنده ابارتمنت، اللي عنده كل شيء ممكن ليه يدير شي باتو خاغي صغير بحال هذا ونديروه في الشرايجمات ديالنا، تيخليو الريحه في الدار وتتحسي بحياة. شفتوا واش دار فيا العجاج، دار ليا كلشي. ودابا بقى لينا غير نزيدو عليهم الماء وندخل في حالي، راني جمدت بالبرد، ونتمنوا هذا الحبق يعاود يعيش ويطلع. شفتوا كيلو مع البرد العجاج. What you made me? That's my old tank. That's my old tank, mom. Can I use it? Yeah. Thank you. خلاني ساعد استعملت باش نسقي الزعتر ديالي، قال لي حط ليا ديالي. I don't know where is mine. عندي واحد كبير ما عرفتوش فينا هو. ودابا يلا ندخل الدار، ناوية ان شاء الله ندير كسكس. انا رجعت معاكم، قبل ما نخرج نغرس هذاك النبتات قطعت الخضرة، هذه هي الخضيرة ديالي كيف كتعرفوا، هذا الجزر، هذا الخريف ولا الزوكيني، هذا داك المكيور صغير اللي عندنا، وعندي تما اللفت، عندي باذنجان. كنحاولوا نجمعوا صبعات الخضاري وصافي. اكسكيوزمي. هذا الكروم، وهذه هي الكسكس اللي تيعجبني، تريا
ما تنعرفش نصاوب الكسكس في الدار، تنشريه واجد. هذا راه صنع في مروكو اي ثينك، كاين تاع المغرب وكاين تاع تركيا. تاع تركيا تا هو زوين، ولكن لقيت المغرب تنجيب تاع المغرب. شفتو صنع بالمغرب، وتنجيب هذاك الحجم متوسط. هذا الفول كي كتعرفوا البنات، وريتكم منين فين تنصيب الفول، تيتباع في امريكا في انديان ستور. sometimes تيكون في البنات لهنا لك عندهم ويغمنز، تيكون sometimes. هذا هو الكسكس ديالي، على هالطريقه تنوجدو. تنخوي عليه واحد المعلقه كبيره تاع زيت البلديه، وقبسه تاع الملحه، وتنحاول نخلط الكسكس ديالي كله يشم ريحه الزيت ويتدهن كامل. تعجبني هذا الحجم متوسط، ما غليظ ما رقيق. مشاهدين ديالي كلكم تنبغيكم، شكرا لمتابعة الفيديوهات ديالي. كاع المشاهدين تنظن تيحبوا تيعرفوا يصاوبوا الكسكس، ولكن كل واحد تتكون عنده واحد الطريقه واحد التقنيه في الكسكس ديالو. ما شاء الله. وتنبقى على هذه الطريقه، تنديرها ثلاث مرات، كاس تاع الماء، حوالي كيلو تاع كسكس. ما تنقدرش نبرد بيدي، تنحاول ندير شي مغرف خشبية. هذيك البريمة جايبها من المغرب، وفي هذا الأثناء بديت طعب الخضر، ودير أنا غير عندي غير تشكن على الطعام. بعيد علينا السوبر ماركت ديال اكسكيوز مي ديال الحلال، بيف ولا لام. سو تنمشيو نحاولو مره في الشهر، وما بقاش تعجبني نجيب الكتره ونخليها في الفريزر. وهذا الحمص ولا تشيك بيس غير ديال الحكه البنات، اورجانيك، وترقدوا في البليله تتوب فيه النكهه تاع البلول. نتمنى البنات الروسين ديالي ديال اليوم يكون عجبكم، وتنتوما تغرسوا شي نبته عزيزه عليكم، وتكونوا استفدتوا اليوم من الفيديو ديالي. ان شاء الله الى فيديو اخر. مع السلامه.